دي. يرحمك الله. أثابكم الله. خير؟ ضيعت طريقك؟ ضيعت طريقي. العفو، أريد أسألك سؤال، هي صيدلية الروز منك؟ شنو؟ يلا شو جاهزوا، يلا راح نتحرك نطلع. ما تروحون لأي مكان، اقفوا هنا، اقفوا 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 اقفوا. انت هم منزل جوا بسرعة، صيروا سرعة، اشوف هيكي مثل السبحة. انت ارجع لي ورا، انت تعال 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 تعال، انت هم. عافية. لك انت منين طلعت لنا؟ دقيقة، لك انت مو بالتاكسي اللي كنت وياه؟ شب، بس انا اللي احكي هنا، تدري ليش؟ لان المسدس بايدي، تمام؟ انت شلون ناس ما تستحي، ها؟ منو انت؟ شرطة؟ لوم الرجال داود الاسود. انت شو عليك؟ انت ما عليك. اصير شرطة، اصير من رجال داود الاسود، بكيفي. انتوا اللي منو، ها؟ تسممون الشباب هيجي؟ ما تستحون؟ فو على هالشهرة. عافية، جيت بوقتك. شو راح نسوي بي؟ صعدوا بالسيارة، بالطريق نكتله ونشم ربوكان، يلا. هاني وين؟ بشاحنة عيني، تجيت ويانا ناخذك سفرة صغيرة، انت مو تحب السفرات؟ هاني ابد ما احب السفرات، بس صفية كلش تحبهن. هاني بس اقعد بالبيت اشوف برامج المصارعة وهاي بالتلفزيون. هاني جاوبت على سؤالك، هسا انت هم جاوب على سؤالي. احنا دورنا على معلوماتك، انت مو شرطي، ما دام مو شرطي ليش تلحقنا؟ ويا منو تشتغل؟ ها هاني؟ أنا أشتغل ويا أخويا نوري، إحنا عندنا مكتب تاكسي، أنا سايق تاكسي هناك. لا تكذب، سايق تاكسي إيش عنده بالمخزن مالنا؟ قولي من أنت؟ أقسم بالله ده أحكي الصدق، أنا سايق تاكسي، أنت وقعت تليفونك بالتاكسي وأنا جبت لك إياه أعطيك إياه، وهاي هي. شنو تضحك علي أنت؟ مبين أنت صالك وايد لاحقنا، باوع علي. أخاف أنت من جماعة عصابة تيكو، لك إحنا قتلنا ثلاثة من عندكم، تريد تصير الرابع؟ هذول منو ده تحكي عليهم؟ أنا كلهم ما أعرفهم. أني من روما، أني سايق سايق بس مو هنا، أني سايق يعني ما تفتهم علي. لكن انت شنو جاي تنصب علينا؟ هسه اشوفك. اوف 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 واخر هذا اوف. سيدي هي انا تاكسي نعمان. تمام، انت شوف هنا حسن، انت هم اكثر من ورا باع، شوف اكو غير باب واحنا راح نفوت جوا. سيدي خليني اجي، احنا هم وياكم. انتوا ابقوا هنا ولا تتدخلون بشغل الشرطه. تمام، ما راح اتدخل بشغلكم، بس ترى الباب منك. نظيف سيدي، موكو حد هنا سيدي. استاذ نوري اخاف جايين على عنوان غلط. اشوف ماكو حد سيدي، انا اخذت العنوان من نعمان، هذا العنوان هذا مكانه بالضبط، وهاي سيارته بالباب واقفه، هاي شفناها كليتنا. صحيح، اكيد عم نعمان سوى شيء قبل لا نجي احنا. فوت نفسه بمشكله. عارف، اتصل على نعمان. شو ما يجاوب؟ يا الله اخاف صار شي لعم نعمان. تعال هنا شو امشي سيدي. تعال لك تعال، وين حجي نعمان؟ جاوب. نعمان منو؟ بوع علي، احنا نعرف كل شي ونعرف بالشاحنه اللي بيها مخدرات. نعمان وينه؟ الشاحنه كانت طالعه خارج الحدود، وهذا نعمان اللي تحجون عنه يمكن هو اللي ضربني. احتمال. اوصف لي شكله، شلون كان بالله؟
كان شعره أبيض وعنده شوارب ويحكي ما أعرف شلون. أوف يا الله، ليش ما تسمع كلامي يا نعمان؟ قلت له 100 مرة أوقف، لا تتدخل على من يجي، لا تسوي شيء، تفضل. الله يعلم هسه وين كاتلي وشامري بيازوية، الله اللي يعلم. نشوف إيش قد رقم الشاحنة؟ رقم السيارة 34-28. انتباه انتباه لكل الفرق، أكو شاحنة رقمها 34-28، وقفوها بسرعة، أخذنا بلاغ بيها مخدرات، تمام؟ بيها كمية كلش كبيرة، حول. واضح تمام. يلا شباب خلينا نروح. إحنا هم نجي، يلا امشوا.